السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم الشاعر محمد عبد الله المسمري. القصيدة هذا بعد انتهاء الحوار الوطني، وهي تتكلم بلسان الشعب ومطالبة لقيادة الدولة بأن تحسن أوضاع المواطنين. أقول بسم الله أبدع وباسمه من بدع بسمل، بسم الله أبدع وباسمه من بدع بسمل، 99 سبحان العظيم اسمه، النقص في الكل سبحان الذي مكمل، ما نوصف الشكل سبحانه ولا جسمه، لا شيء مثله ولا تشابه ولا تمثل، ما نعلم أظهره ومخفاه في علمه. المسمري قال ما دام الحوار كمل، أرجو من الكل يسمح لي فقد كلمة، في البدع شكرا لأعضاء الحوار الكل، شكرا باسمي وباسم الشعب والأمة، والشكر مدبول للريس ومن يبذل الجهد لإخراجنا من شرها الأزمة، والجيش مني سلام ما تقرح الجرمل، يا من بكم بعد ربي نرفع الهمة، والجيش مني سلام ما تقرح الجرمل، يا من بكم بعد ربي نرفع الهمة. صحيح وقت الحوار يا شعبنا طول، وإحنا صبرنا عسى نخرج من الظلمة، دسنا بأقدامنا من راد يتعرقل، والخائن البايع سقيناه من سمه، دسنا بأقدامنا من راد يتعرقل، والخائن البايع سقيناه من سمه. يا رئيس الشعب جاك المسمري يسأل، يا رئيس الشعب جاك المسمري يسأل، هل بعد هذا الحوار بنصعد القمة؟ هل بعد شمر سواعيدك وتديول دولة وقانون على النجمة وبو عمه؟ نصيحتي لا بغيت دولة سواء تعدل في العدل سبحان ربي اسم من اسمه، نصيحتي لا بغيت دولة سواء تعدل في العدل سبحان ربي اسم من اسمه. أمن اليمن والأمان موضوعنا الأول، الخوف الشعب يجري في وسط دمه، من كان عاقل وشاف الظلم، من كان مجنون وشاف العدل با يعقل، من كان مجنون وشاف العدل با يعقل، ومن كان عاقل وشاف الظلم ما همه. هل بنعيش في أمان نمشي ونتجول ويخرج الشخص من بيته ولا همه؟ هل كل مسؤول يتحاسب ما يعمل وما أخذ بالغلط تأخذه على الرغمة؟ هل كل مسؤول يتحاسب ما يعمل وما أخذ بالغلط تأخذه على الرغمة؟ هل بتحاكم لمن يبسط ومن يحتل أراضي الناس تكشف للجميع اسمه؟ هل بتطبق قوانينك علينا الكل، على الغني والفقير لا فرق أو لمة؟ هل من سرق أو نهب ثرواتنا يعزل وبعد يتحاكم الجاني على التهمة؟ هل من سرق أو نهب ثرواتنا يعزل وبعد يتحاكم الجاني على التهمة؟ هل با يوفر لنا البترول والديزل أو يجلس الشعب في أزمة وراء أزمة؟ هل با يوفر لنا البترول والديزل أو يجلس الشعب في أزمة وراء أزمة؟ الشعب تاعب من الماطور والهند، الأسبوع في كهرباء وأسبوع في ظلمة. هل باي حاسب مفجرها ومن مول؟ هل باي حاسب مفجرها ومن مول؟ هل تكشفوا من ورا هذا ومن دعمه؟ هل وضعنا باي حسن شيء ويتبدل؟ هل قادتك باتشد العزم والهمة؟ هل المرض باي يروح منا ويستأصل أو تتركه لين ينفذ بيننا سمه؟ هل باي يعيش الفقير ذي جاع وتبهدل؟ هل باي يعيش الفقير ذي جاع وتبهدل في عزة وتتركه يبحث عن اللقمة؟ هل باي يعود المهاجر من بلاد الذل ذي لا كرامة ولا عزة ولا رحمة؟ قضية المغترب لا بد ما نعمل لها حلول بكل صدق والهمة. هل من تولى القضاء بالحق با يعدل؟ هل من تولى القضاء بالحق با يعدل؟ لأن الحقيقة كثير من يخرم الذمة. هل من قتل واستباح الدم با يقتل؟ أم أن دم الضعيف يرخص على دمه؟ والمشكلة في السلاح أم من اليمن مختل؟ والمشكلة في السلاح أمن اليمن مختل، يا للأسف منتشر بأحجامها الضخمة، لابد ما تحضروها من قبل نتصومل. حمل السلاح في اليمن زايدة جرمه، والعلم والعلم يا للأسف في المجتمع مهمل، وإحنا البراقة وأصل الحرف والحكمة، إحنا هل العلم قبل أن يصنع البركل، وإحنا لسان العرب وحنجرة فمه، والآن يا للأسف نعلم وما نعلم ونعمل وما نعلم وما نعمل، والآن يا للأسف نعلم وما نعمل، ما نعرف أين هي الكسرة من الضمة. يبدع 8 الصباح واثنى عشر كمل 4 سويعات يخرج ولا بنصمه، يبدع 8 الصباح واثنى عشر كمل 4 سويعات يخرج ولا بنصمه. تاريخ أرض اليمن موجود في جوجل، وللأسف في المناهج ما لقين اسمه، تاريخ أرض اليمن موجود في جوجل وللأسف في المناهج ما لقين اسمه.
لو يسمع الطفل تاريخ اليمن يذهل يقول ما درسونا الله عن الحكمة. كم جامعة تشتكي تمويلها مقفل، كم جامعة تشتكي تمويلها مقفل، كم مدرسة تشتكي طلابها زحمة. خافوا من الله كم يا طالب تعطل، كم بنت متخرجة ما حصلت خدمة. هذا كلام الحقيقي، لا حدا يزعل ما يزعل إلا من خائن بلا ذمة. هذا كلام الحقيقي، لا حدا يزعل ما يزعل إلا من خائن بلا ذمة. ماني محرض ولا حزبي ولا تعامل، حزبي هو الشعب وأنا ناطق باسمه. ماني محرض ولا حزبي ولا تعامل، حزبي هو الشعب وأنا ناطق باسمه. يا قادة الشعب كل إنسان بايرحل، يا قادة الشعب كل إنسان بايرحل. لا قبر موحش ويدخل ما مع حزمة، وحدك مكفن بلا حارس ولا جرمل، ما تنفعك رتبتك إلا والنجمة. وحدك مكفن بلا حارس ولا جرمل، ما تنفعك رتبتك كلا ولا النجمة. خافوا من الله يوم العرض بيسأل، جهز جوابك بيوم الحر والزحمة. إن كنت صالح في جنات النعم تدخل، وإن كنت مخطئ في نار الخلد والنقمة. وفي النهاية علي الله.